مساء الخير على حضراتكم. يوم جديد، يوم الجمعة، وجمعة القاهرة هي جمعة مختلفة تماما. أحيانا لما بيكون عندنا فرصة أن احنا نتجول يوم الجمعة في الشوارع فتلاقي أن جمعة القاهرة مختلفة تماما عن جمعة باقي الأسبوع. كمان الجو في مصر جو غير مستقر، احنا بجد مش عارفين ما الذي يحدث في الطقس. يعني بقالنا من كم أسبوع تحس ان احنا دخلنا على فصل الصيف، ثم عدنا كده يومين للربيع، وبعدين النهاردة يمكن في شوية أمطار واحنا داخلين على الاستوديو. مع الأمطار ومع التقلبات تأتي الأخبار، ونبدأ الأخبار، ولكن اسمحوا لي في البداية في الطريق إلى الاتحادية وفي طريقي زميلي معتز عبد الفتاح. مساء الخير. الخير يا هانم. الدنيا متقلبة جدا. تحس ان الصيف عايز يدخل بس مكسوف، يعني متردد. بس مش عايزين الصيف. انا بحب الصيف. بس لسه يعني قدامنا شهرين. اصل انا في الشتاء، بصي لما كنت بره كان من ان لاخر اعيا، لما جيت مصر ما بخفش بقى، اطلع من دور لدور لدور. بس خير الحمد لله. خير كله حلو. طيب هنبدا اول خبر. هيئة الدفاع عن المستشار هشام جلينة بتقول انه كان يعاني من صدمة نفسية. يعني بناخد بالنا الكلام بقى، صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي أثناء تسجيل الحوار اللي أدلى خلاله بتصريحات عن الفريق عنان. الهيئة برضو قالت إنه تصوير المستشار جنينة في سرير المرض كان خلسة بكاميرا جهاز هاتف محمول ناطق يجعل ما سجل له وما أدلى به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، وبالتالي يستوجب وقف التحقيقات وعرضه على فريق طبي ليكمل الشفاء. أولا عندنا يعني سؤال هنا، هو أنا إمتى ممكن أكون في حالة نفسية تخليني أتقدم بطلب ان اخواننا ما تحققوش مع معتز دلوقتي، لان معتز دلوقتي غير واعي بما يقول، لانه تعرض لصدمه نفسيه او حاله نفسيه وكلام زي كده. عشان نجاوب على السؤال المتخصص قوي ده يسعدنا ان يكون معنا الاستاذ خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفيه. مساء الخير خالد بيه. اهلا دكتور معتز، ازيك وازي مدمشه؟ اهلا بحضرتك يا فندم. طب ممكن حضرتك تقول لنا هو انت حضراتكم في القانون بتقولوا جمل زي دي، انه حاله نفسيه او صدمه نفسيه او عدم اتزان نفسي ترتب عليه انه فلان ادلى بتصريحات ما كان ينبغي له ان يدلي بها لو كان في حالته الطبيعيه؟ لا، في الحقيقه المساله دي مساله شائكه جدا، لانه هي بتشخص حاله مرضيه في الاصل. اما سواء كانت مرضيه نفسيه، يعني بتشخص عن مريض نفسي او عصبي، وده محتاج الى طب نفسي او عصبي، هو الطب الشرعي اللي يحدد. اما اذا كان الاقوال اللي قالها الشخص ده نقدر نقول عليها انها كانت تحت تاثير هذا المرض او عدم. اما فكره الصدمه العصبيه او النفسيه دي فده كلام مصطاد جدا، يمكن يكون في كثير من الاحوال احد ابواب الهروب من المسؤوليه الجنائيه عن اقوال او عن افعال بيحاول المتهم فيها او يحاول لصاحب هذه الاقوال انه يتنصل من هذه المسؤوليه. لكن في كل الاحوال بنرجع احنا للاصابه، هل الاصابه اللي كانت مثلا احنا في وقعه الشر هشام جنينه، هل الاصابات التي لحقت به من كسره الساق او عمليه الخبطه اللي موجوده في عينيه، هل هذه الاصابات من الخطوره بمكان انها تغير وعيه وتترتب عليها انه الاقوال التي يقولها او تحت تاثيرها، تحت تاثير هذه الاصابه ممكن تتاخد على محمل انه تحت تاثير هذا المرض؟ لا، اعتقد انه ما فيش الاصابه التي تحمل هذا المعنى وهذا المفهوم. اسمح لي استاذ خالد وانت بتتكلم يمكن عن الاصابه، كمان جاء في البيان انه ربما بعض المسكنات والمهدئات اللي اخذها المستشار هشام جنينه يكون لها بعض الـ يعني نقول الاشياء السلبيه اللي ممكن تخلي الحاله في حال غير طبيعي. ولكن السؤال اللي احنا وحضرتك بتكمل هذا البيان ماذا يعني امام القضاء او ماذا يعني امام المحاكمات؟ هل تهتم به المحاكمات يوضع في الاعتبار ام يتم عرضه على الكشف الطبي الدقيق؟ اعتقد انه عشان يعني نحدد هل العقاقير التي يتعاطاها المستشار هشام جنينه تؤثر على حالته العقليه وتسليبها بمفهوم انه
تكون الاقوال اللي بيقولها تحت تاثير هذه الادويه ذات تاثير كبير، دي محتاجه عرض على الطب الشرعي اللي هيقول وهاتي بداله فيما يتعلق بالاصابه وتاثيراتها الجانبيه والادويه اللي بياخدها. انما انا اشوف اذا اذنتي لي واذن الدكتور معتز، انا بشوف ان الخطاب اللي سطر هي محاوله في مجملها العام الى الخروج من المصب الذي وضع فيه الاستاذ هشام جنينة نفسه، يعني بشكل سياسي اكتر منه دفاع عن قانوني، هو محاوله في مجملها العام الى انه يعني نهرب من تاثير هذه الكلمات او هذا التسجيل اللي لا اعتقدش كلنا شفناه. ما اعتقدش انه حاله الرد التي كان عليها الاستاذ هشام جنينة توحي اصلا في المقام الاول بان هذا الرجل لديه وعي كامل والكافي في كل اللي كان بيقوله على التسجيل اللي كان موجود. انما انا ما اقدرش اقول ده بشكل نهائي، لانه في النهايه انا بتمنى على جهات التحقيق انها تعرضوا على الطب الشرعي، والطب الشرعي هيقول قوله الفصل فيما يتعلق لمدى مسؤوليته عن هذه الكلمات، وبخاصه ان هناك بون وقت طويل ما بين الاصابه وما بين التسجيل. اعتقد ان التسجيل كان في اوقات لاحقه. راشد نقيب المحامين في المنوفيه. عندنا دلوقتي مؤتمر صحفي يعني حول ادعاء امريكي له علاقه بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسيه، ده ملف مهم جدا، وفكره ازاي ان دوله ممكن انها تغير من نتائج انتخابات دوله تانية مستخدمه وسائل بقى التواصل الحديث بما فيها من انترنت وفيروس. والليسته اللي كانت موجوده، خلينا نشوف المؤتمر مع بعض. اكدت على انها اثرت على الناتج النهائي للانتخابات. هل نتحدث عن حملة ترامب ونرى أن هناك بعض الأفراد الذين طالتهم يد الاتهام؟ كان هناك بعض هؤلاء الأفراد العاملين في الحملة الانتخابية لترامب؟ لا. إذا كان هناك لدى أي أمريكي لديهم أي معلومة، كانت المؤامرة هي أن يتم إدراك هؤلاء الأشخاص وكأنهم أفراد أمريكيين عاديين، وإذا كان يجب أن يبدو أنهم أمريكيين. هل قال أحد من الروس أنه سيقدم هؤلاء الأشخاص للمحكمة؟ لا لم يحدث هذا، ولكننا سنسعى لإعادتهم إلى وطنهم مرة أخرى. اسأليني. خلينا برضو نرجع بعد ما شفنا مؤتمر، خلينا نتكلم أكتر الموضوع ده لأنه أثار جدل كبير جدا مش بس في الولايات المتحدة ولكن أيضا في روسيا، وعارفين أن بوتين كمان داخل انتخابات. فيعني الجدل ده هنوصل فيه لإيه؟ هو طبعا يعني كان في مفاجأة كبيرة بفوز ترامب، يعني المنطقي لو الأمور صارت في طريقة الطبيعي كان ينبغي أنه هيلاري كلينتون يتفوز. وعايز أقول الخبر برضو عشان الناس تبقى فاهمة أنه بعد الأصوات هيلاري كلينتون فازت بعدد أصوات أكتر من ترامب بحوالي 2.2 مليون صوت. بس هو النظام الأمريكي مش قايم على العد الشعبي، يعني احنا مش بنعد الأشخاص، هو مش شخصي شخصي، احنا بناخدهم ولاية ولاية، فبالتالي عدد الأصوات الإجمالي في صالح هيلاري كلينتون، بس لما توزعت الأصوات ديت فاز هو بعدد أكبر من الولايات. فكان في أسئلة، طب ليه حصل كده؟ فالناس بتوع الأبحاث والأكاديميين هناك بقى، عايز الحركة أمريكا دي مثلا فيها بتاع 3000 قسم علوم سياسية وتاريخ وإلكترونيكس وكلام زي، فمهتمين جدا إيه اللي حصل. فاكتشفوا إن كان في عدد كبير جدا من المواقع المفروض إنها محايدة، لكنها ما كانتش محايدة، كانت بتبث اخبار معظمها بيضرب في هيلاري كلينتون واشاعات وحاجات كتيرة قوي. فابتدوا يشوفوا ايه مصدر الكلام ده. هو عاده بيكون الحمله المنافسه اللي هو حمله ترامب بتضرب في حمله هيلاري كلينتون والعكس. اكتشفوا انه دي حاجات مدفوعه الاجر من دول اخرى، قعدوا يدوروا دول لغايه ما لقوا ان في وراها روسيا. روسيا ابتدت تطلع اخبار، ابتدت تكشف الرسائل، ابتدت تطلع بعض المعلومات من الايميل الخاص ب هيلاري كلينتون في توقيتات معينه
لانها مثلا فازت في كل المناظرات اللي كانت بينها وبينه، وكان بعدها مباشره بتبص تلاقي الناس بتميل بشده لصالح هيلاري كلينتون. ايه بقى اللي كان بيحصل؟ ايه اللي ما خلاش الناس تكمل في سكه انها تفوز؟ كانت المفاجاه انه في تدخل من قوة خارجيه ما بين قوسين، روسيا كان ساعتها بقى الكلام ممكن تكون روسيا. النهارده هم تاكدوا من ده وقالوا ان في 13 شخص وكيانين يعني جهازين داخل روسيا هم السبب في هذه الحمله اللي استخدمت يعني الحمله لو داخليه فبتخضع لحاجه اللي بيسموها فريدم سبيتش. فكده في تدخل دول من دوله في دول. من بالظبط من دوله في انتخابات امريكا لو بس جوه بس نفس المشكله دي موجوده كمان في روسيا. يعني ال 13 شخص دول برضو يعني برضو الروس يعني حاطينهم بين قوسين. يعني اصل هو انتخابات بوتين محسومه يعني بوتين والناس اللي بتتنافس معاه المساله بالنسبه لهم تماما يعني. انما انتخابات امريكا كانت يعني الفرق ما بينهم في معظم الولايات المهمه. خد بالك امريكا نقدر نقول وانا ما اعرفش ايه اللي هيحصل خلال السنتين اللي جايين، بس اقول لحضرتك ان خلال السنتين انا عارف ان كاليفورنيا هتدي الحزب الديمقراطي، عارف ان نيويورك هتدي الحزب الديمقراطي، عارف مثلا تكساس واريزونا هتدي الحزب الجمهوري، دي محسومه. احنا في الاخر خالص عندنا اربع خمس ولايات هي اللي بتحسم السباقات، فلوريدا، اوهايو، ميتشيغان، ويسكونسن، عارف بنسلفانيا، ويست فيرجينيا، فهو الخمس ست. فاحنا بقى بنركزوا بقى على ايه الحملات الدعائيه اللي كانت موجوده سواء سوشيال ميديا او انترنت او حتى رسائل بتوصل للناس على تليفوناتها او يدوروا على مصادرها لقوها انها جايه من بره امريكا. جوه امريكا كل ده بيخضع للفريدوم اوف سبيتش اللي هي الماده الثانيه من الدستور الامريكي. انا من حقي اقول ما اشاء سواء كان بادله او بدون ادله، يعني في الاخر خالص ده عبر عن رايي. انما ان تتدخل دوله اخرى في انتخابات امريكا، لا هنا سؤال كبير قوي قوي قوي، وهنا ابتدت المساله تصل لمرحله انه انه روسيا بتحدد مين رئيس امريكا، وبالتالي في ثغره كبيره. النهارده المدعي العام الخاص ده اللي هم عينوه ده بقى لا جمهوري ولا ديمقراطي، ده شغلته الفنيه بحياد تام يقول مين اللي تدخل في سير العمليه الانتخابيه بادعاءات وبمعلومات وبآراء نالت من فرصة مرشح لصالح مرشح آخر في الانتخابات. وده يرجعنا وإحنا بنكمل كده، حضراتكم ترون كيف تتدخل الدول العظمى الكبيرة أيضا في شأن دول أخرى؟ يعني أحيانا إيه كل دولة تتحدث عن الديمقراطية وعن الحرية وعن حرية المواطن وعن حرية إنك تقول صوتك وإنك تروح للانتخابات. ويفضلوا على فكرة الشحن الأمريكي كبير جدا في مسألة إن هم بيشتغلوا على مسألة الانتخابات دي سنين قبل الانتخابات، فإنه يفضلوا يبذلوا هذا المجهود كل المواقع كل الولايات الأبحاث الجامعات وشحن الشباب، وبعدين تلاقي إن في دولة يعني مش بعيدة ولكن هي دولة عظمى ولها مصالحها تتدخل في هذا الشأن من أجل مرشح. دي أصبحت هي الحروب الحديثة في العالم بأننا نتدخل في مصالح بعض. طيب تعالوا نرجع تاني إلى أخبارنا النهاردة ونعود إلى الشأن المصري، وهنتكلم عن حملة، والحملة دي الحقيقة يعني هي خاصة بالآثار. فهنشوف مع بعض، أنتوا حضراتكم عارفين موضوع الآثار في مصر ده موضوع غاية في الأهمية، كمية الآثار اللي موجودة على أرض مصر وكمية الآثار اللي بتطلب دول العالم أنها تبقى موجودة في معارض. وبما أننا عندنا هذا الكم وهذا التاريخ، في معرض كبير لتوت عنخ آمون أعلنت عن وزارة الآثار أنه هيبقى هيلف العالم لمدة 5 سنوات. وعلى فكرة توت عنخ آمون مش أول مرة يكون موجود في دول كتيرة جدا. أنا شخصيا حضرت لي معرض كبير جدا كان في فلادلفيا في أمريكا، وكان الحقيقة اللي بيصاحب هذا المعرض واللي كان مسؤول واللي كان يتحدث عنه دكتور زاهي حواس. خلينا نقول بالنسبة لهذا المعرض ما الذي حدث. استغاثت صحفية صفحة الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار بالرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة الصفحة، وطلبته بالتحقيق بشأن معرض الآثار المزمع عرضه بالخارج تحت مسمى كنوز الفرعون الصغير، والذي بمقتضاه سيتم سفر 166 قطعة أثرية فريدة ترجع للحقبة التاريخية للملك توت عنخ آمون. الحقيقة معانا على التليفون الأستاذة مونيكا، وهي أستاذة مونيكا حنا الحقيقة هي عضو الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار. أستاذة مونيكا مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. قولي لي يعني ما الذي يقلقك في سفر هذه ما الذي يقلقك في سفر 166 قطعة من الآثار خاصة بالحقبة بتاعة توت عنخ آمون؟ أول حاجة يا فندم
السبب انه ما يقلقني انه القيمة التأمينية للمعرض ضئيلة جدا. دي نمرة واحد. كم يا فندم القيمة التأمينية؟ احنا الحقيقة برضو ما فيش، ما هو ده برضو انه في تعتيم كامل عن العقد. احنا مش عارفين الدولة هتاخد كام في السبع سنين اللي القطعة. رئيس الوزير النهاردة طلع في المصري اليوم وقال ان المعرض مش هيسافر خمس سنين، هيسافر سبع سنين، يعني القطعة هترجع مصر 2024. لحد النهاردة وزارة الاثار متكتمة على تمن العقد. طيب احنا مفروض في دولة وشفافية يقولوا لنا وخزانة الدولة هتاخد كام من المعرض اللي هيلف كعب داير سبع سنين ده. نمرة واحد. نمرة اتنين، طب والقيمة التأمينية اللي عن القطع؟ انا الحقيقة يعني اللي عرفته بشكل غير رسمي انه القيمة التأمينية على بعض القطع، يعني في تابوت صغير اللي هو 24 سنتي ده لتوت عنخ آمون، القيمة التأمينية تحته 5 مليون دولار. فخمسة مليون دولار ده حضرتك تمثال ساخن قائل اللي اتباع في سوتبيس في لندن، اتباع ب 15 مليون جنيه استرليني. فلو حضرتك تقارني الفرق، وده تمثال دولة قديمة وده تابوت للملك توت عنخ آمون. طيب استاذه مونيكا، دي مش المره الاولى اللي بيسافر فيها توت عنخ امون، يعني لماذا هذه المره في القلق ده؟ لانه الديتيلز كلها، اولا المعارض قبل كده كانت بتسافر ماكسيمم سنه وترجع في نمره، فحتى كمان احنا كمصريين بنتحرم منهم سنه والحاجه كانت بترجع في النطح. دي نمره. نمره اثنين، انه احنا دلوقتي 2022 هنحتفل في مصر بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ امون. فازاي ما يبقاش عندي القطع كاملة للمقبرة؟ يعني لو انا هعمل ايفنت وهجيب عليه سياحة كتير جدا. طيب احنا استأذنك بس استاذه مونيكا، خليكي معانا على التليفون، هناخد معانا لانه هذا الموضوع هام جدا دكتور زاهي حواس العالم الكبير. مساء الخير يا فندم. يعني الست اللي بتتكلم دي في الموضوع ده دي لسه خبرتها قليلة جدا. اولا مقبرة توت عنخ آمون لو سألتيها تقول لها عذر فيها كم قطعة؟ 5398 قطعة. اللي سافر المعرض ده عبارة عن 135 قطعة أساسية و25 قطعة فرعية. القطعة دي كلها ما فيش فيها ولا قطعة واحدة ماستر بيس إطلاقا. شوفي بقى المعارض دي، أنا بعت توت عنخ آمون قبل كده جاب لنا 140 مليون دولار. المعارض دي بتفيدنا بيها يا استاذ شفقي؟ اولا نمره واحد، لافتتاح دعايه اعلاميه غير عاديه. نمره اثنين، الدعايه السياحيه اللي بتجيب سواح هنا. نمره ثلاثه، كل مدينه العقد اللي كاتبينه معاهم وزاره الاثار هيجيلك حوالي من 10 ل 12 مليون دولار. انت في المتحف المصري كان عندك قناعه توت عنخ امون، رممت الدقن غلط بوظتيها. الاثار في العالم كله بتسافر بتعمل لها تامين على اعلى مستوى، اللي بتعمل لها انشورنس على اعلى مستوى، الاثارين اللي بيسافروا بيستفادوا، البلد بتستفاد. دي مش اول مره مصر بتعمل معارض. انا فخور جدا وسعيد جدا وبقول دايما اللي ما يعملش معرض جبان، اللي يعمل معارض ده وطني بيحب بلده. طب استاذنك دكتور زاهي، يعني يمكن الاستاذه مونيكا ذكرت شيئين، قالت انه هي الاستاذه مونيكا عندها قلق من التامين اللي بقيمه 5 مليون على يعني نقول التمثال الصغير لتوت عنخ امون. هل حضرتك عندك معلومات بشان هذه القيم التامينيه فعلا؟ يا استاذه، انت عارفه التامين المعرض انا لما لا هي بتقول على قطعه اعتقد، يعني انا سالت الدكتور خالد العناني اولموست التامين مليار جنيه على المعرض كله، 880 مليون دولار. ما حصلتش في العالم كله ان في معرض بيتامن عليه هذا التامين. الاثار لما تسافر بتترمم، والاثار بتعمل لنا دعايه لاعلى مستوى. مونيكا دي ايه خبرتها؟ هي عملت ايه في حياتها؟ اديني مره وان اكسبيرينس غير ان هي استغلت الثوره عشان تتكلم كلام غير حقيقي. طيب القلق اللي عندها دكتور زاهي، القلق اللي عندها انه احنا هنحتفل في 2022. يا هانم يا شفقي هانم، طيب الاحتفال ده في 4 نوفمبر 2022 يعني قدامنا خمس سنين. لما انت تبعت المعرض ده ويرجع مع المئويه والعالم كله يحتفل بالمئويه اللي مبعوث، يا استاذه شفقي انا شفت الصور، كلمت الدكتور خالد العناني بعت لي الصور النهارده، الصور كلها
قطع مكرر منها كتير جدا قطع مكرر في المنطقه. ما فيش حاجه الكارت يعني اللي هو التمثال الوحيد الكويس اللي اتحط عشان يجيب للبلد المدينه الواحده الخمسة مليون دولار، لكن في بقى 10% من بوكس ستور، في بعد 400 واحد 2 دولار، بعد 800,000 4 دولار، هتصل في النهايه الى 12 مليون دولار. انت محتاجه فلوس عشان ترمم الاثار، محتاجه فلوس عشان تنهضم الاثار. انا بقول الكلام ده، انا راجل مسكت الاثار امين عام 10 سنين، وزير اقل من سنه، لكن عايز اقوله لك اللي بيبعت معرض ده راجل محترم. المعارضه بقى دي كلها كل واحد عندك عنده غرض شخص مش حبا في الاثار. انا الاثار دي حياتي، لو شايف المعرض ده هيسيء لبلدنا كنت انا اكتر واحد يقف هذا. طب هل كان المفروض دكتور زاهي، علشان برضو خلينا نقول ربما الناس برضو عندهم نفس الخوف والقلق والشأن الوطني والخوف على أثارنا، ان يكون في بيان او بيان في معلومات اكثر، في ارقام اكثر، علشان ما يبقاش في اي نوع من انواع الجدل او القلق؟ النهارده اعتقد انا قريت ان رئيس قطاع المتاحف بعت البيان كويس جدا، بين للناس كله مصر هتكسب بس مادي، مصر هتكسب سياحه هتعود تاني، مصر هتكسب اعلام، مصر هتكسب رئيس الجمهوريه ممكن يفتتح هذا المعرض مع رئيس الجمهوريه، مصر هترجع قوتها الثقافيه بهذا المعرض. هذا المعرض مهم جدا ان انت في مارس الجاي ده بيفتتح ثلاث معارض في العالم كله. انا لا املك الا ان اصدق لوزير الاثار لانه عمل الحاجات دي كلها. انا مؤمن بسياسه المعارض، وانا طلعت معارض وجبت لمصر بلايين الدولارات. انا ارجو اللي بيعارض يعرف اهميه المعارض دي. وانا التخوف ايه، ما هي اللي بتقول لك ايه حكايه المئويه دي؟ ده انت عندك 5398 قطعه، قطعة عنخ امون لما تاخدي منها 135 قطعه تجيب لك 12 مليون في المدينه. وحضرتك بتؤكد انها قطع مكرره. منها في المعرض في توت عنخ امون نفسه منها قطع كتير جدا. انا مستغرب ازاي اللي خد المعرض ده ياخد المعرض ده ويدفع المبالغ دي كلها اللي يجي له في المدينه 12 مليون دولار على ما في قطعه فريده يعمل بها دعايه. وبعدين المعارض التواجد المصري يا استاذه، احنا بعد الثوره كان لنا تواجد بسيط جدا، هذا المعرض هيعيد لمصر قوتها الثقافيه. بنشكر حضرتك جدا دكتور زاهي حواس والعالم الكبير الاثري على هذه المعلومات، وبتمنى ان استاذه مونيكا تكون وصلت لها عدد من المعلومات، معرفش لو هي لسه ما زالت موجوده معانا، ويعني اعتقد انه من حق يعني كل واحد عنده قلق من حق انه يكون في ارقام ومعلومات وبيانات والناس تبقى عارفه ايه اللي بيحصل. طيب خلينا استاذه مونيكا، معرفش لو كنت سمعتي الحوار مع دكتور زاهي حواس. استاذه مونيكا، طيب استاذه مونيكا مش موجوده معانا. احنا اعتقد ان احنا قدرنا ان احنا نعرض هناك معلومات، دكتور زاهي حواس اجاب على حاجات بشكله لانه متخصص وسافر كثير بهذا المعرض، واعتقد انه ممكن وزاره السياحه الاثار عفوا غدا يكون في بيان به ارقام والناس تطمن والناس تعرف، لانه اعتقد ده هيبقى شيء مهم جدا انه الناس لما يكون عندها قلق وعندها خوف على بلدها وعايزه تعرف شويه معلومات وعايزه تطمن ما فيش مشكله. وعموما اعتقد انه سفر اي معرض او اثار مصريه الى العالم اعتقد دي من احسن الفرص علشان نقدر نتكلم عن الاثار بتاعتنا، وهي اكتر سفير لنا خاص كمان بالسياحه المصريه. نشكرك يا فندم، ونشكر الدكتوره مونيكا على تخوفها، ونشكر الدكتور زاهي على توضيحه. صحيفه الديلي البريطانيه قالت في تقرير انه شركات السياحه العالميه بتجهز لرحلاتها الاولى الى مصر، وقالت انه الخارجيه البريطانيه بنفسها دلوقتي بقت بتجهز علشان تستأنف رحلات انجلترا الى مصر. ده كلام مهم جدا 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 بشكل مباشر من بريطانيا مطاراتها المختلفه ومطارات مصر وعلى راسها شرم الشيخ. في نفس الاطار المطارات المصريه والروسيه بتستعد لاستقبال الرحلات الجويه، حيث من المقرر انه ان شاء الله الشهر الحالي اللي هو فبراير يشهد عوده هذه الرحلات. يعني في بقى كلام كتيرة وتفاصيل، لكن يسعدنا أن يكون معنا. مين معنا يا شباب؟ الأستاذ هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة. مساء الخير يا هشام بيه.
اهلا بيك يا معتز بيه، ازي حضرتك؟ ممكن حضرتك تقول لنا ايه اللي بيحصل بقى، عشان احنا سامعين اخبار كويسه وعايزين نروح معنويات ترتفع كده، عشان قطاع السياحه ده حضرتك عارف شويه ملايين من المصريين ناس يعني صبرت معانا كتير، ويا رب باذن الله دي تكون نقطه بدايه في انطلاقه كبيره. الحمد لله، احنا طبعا زي ما كنت تشرفت بمكالمه حضرتك من اسبوعين كنت قلت ان فعلا مؤشرات 2017 كانت اكثر من ايجابيه. في طبعا زي ما حضرتك تفضلت في انا بس كنت عايز اوضح حاجه، ان هم احدى بعض الشركات كانوا قالوا ان بعض الشركات الانجليزيه كانت متوقفه منذ عامين وهتبدا، اللي هو تصحيح الخبر ان هي ما كانتش بتطير من بعض المطارات الانجليزيه منذ اكثر من عامين، بس بعض العديد منهم طبعا شغال ما توقفش. يمكن مدينه شرم الشيخ هي اللي كان لها طبعا الاثر الاكبر في انخفاض السياحه الانجليزيه لمصر خلال السنتين العامين الماضيين. وعلى الرغم من كده الحمد لله السنه اللي فاتت لقينا ان رغم توقف مدينه شرم الشيخ الا ان الرحلات على بعض المقاصد السياحيه الثانيه زي مدينه الغردقه ومرسى علم سجلت من 2016 ل 2017 اكثر من 30% زياده. فده طبعا يعني ده طبعا ايحاء، ده طبعا ده مؤشر جيد جدا ان احنا فعلا بنقدم لهم منتجات جديده وهم بداوا يستجيبوا للمنتجات. السياحه الروسيه طبعا هو احنا طبعا سمعنا اكثر من خبر ان هم خلال النصف الثاني من فبراير هيبداوا. الحقيقه لسه الرحلات بتاعتهم للقاهره فقط ما نزلتش بعد على الجداول التشغيل. والحقيقه برضو انا يعني احنا مستنيين منتظرين فعلا القرار الروسي، بس مش عايزين ان احنا فعلا نكون متعطشين قوي للسياحه الروسيه. طبعا هي سياحه مهمه جدا، بس انا عايز اقوله طبعا ده قرارهم بنرحب بيهم في اي وقت، بس في الاسواق ثانيه كثيره جدا يجب ان احنا فعلا نبص لها بنظره ثانيه، زي عندنا مثلا السوق الاوكراني على سبيل المثال. يعني احنا بنتكلم على روسيا هتشغل ثلاث رحلات من موسكو للقاهره خلال شهر فبراير. بالفعل السوق الاوكراني السوق ده طبعا سوق واعد جدا، السوق ده لم يتوقف لمصر رغم الاحداث الكبيره جدا اللي حصلت من 2015، لم يتوقف يوم واحد، في زياده مستمره. اعلن ان الطيران الاوكراني هيطير من كييف للقاهره باربع رحلات اسبوعيه منتظمه، وفعلا نزلوا على جدول التشغيل. ده حديث يا فندم ولا ده كان مستمر طول الفتره اللي فاتت؟ لا يا فندم، الحديث ده طبعا يعني هم احنا الحقيقه انا يعني في السنه اللي منذ اشهر يعني كنت في اوكرانيا، وكان فعلا اجتمعت بالخطوط الاوكرانيه واعلنوا بالفعل ان هم بيخططوا لاربع رحلات اسبوعيه من كييف للقاهره. وانا شايف ان دي خطوه مهمه جدا من السوق الاوكراني الواعد اللي ارقامه بتتضاعف سنه ورا الثانيه، وبدا السنه دي يبقى اعداده وصلت من المليون سائح عندنا في مصر واعداده بتتضاعف. فانا شايف ان ده فعلا يعني من الاسواق اللي احنا لازم نبص لها اهم من سوق ثاني، بدل ما احنا قاعدين نقول ده هيرجع امتى وده مش هيرجع امتى. طب ممكن اسالك سؤال معلش عشان انا اقول لحضرتك اسماء الدول حضرتك تقول لي اذا كانوا بيجي منهم سياح لمصر ولا لا؟ مثلا فرنسا بيجي منها سياح لمصر؟ فرنسا مرتبطه شويه بالمنتج الثقافي بيجي، بس الاعداد بدات ترتفع تاني، بس الحقيقه اعداد مش من العشر الدول الاولى المصدره للسياحه لمصر. طب ايطاليا؟ ايطاليا طبعا، ايطاليا انا لسه راجع من ايطاليا من يومين، حضرنا هناك معرض، المؤشرات اكثر من ايجابيه ولله الحمد. ايطاليا السنه اللي فاتت اعدادها زادت اولموست ضعفت، والمؤشرات بتاعه الصيف ان في اكثر من 30-40% حسبنا منظمي الرحلات قالوا. فالسوق الانجليزي طبعا سوق من الاسواق اللي بتزيد. طبعا احترامي انا مش بقلل على فكره من السوق الروسي، بس بقول ان احنا لازم نفكر بره الصندوق شويه. تمام. يعني طب المانيا يا فندم؟ المانيا يا فندم ارقامها الحمد لله ارقامها اعلى ارقام اتحققت في 2017 بعد 2010، يعني ارقام 2010 كانت اعلى ارقام في تاريخ المانيا لمصر، اللي هو 1,200,000 سائح. احنا تقريبا اللي عملناه في 2017 تقريبا من 8-9% اقل من الارقام دي، عملنا تقريبا 1 بوينت. طب امريكا الشماليه؟ امريكا الشماليه يا فندم الامريكتين طبعا ده نمط سياحي ثاني مختلف تماما، لان طبعا نتيجه ان هم بيطيروا ساعات اطول، ودايما بيربطوا مصر باكثر من دوله، يعني ما بيجيش مصر بس. على الرغم من كده السياحه الامريكيه زادت باكثر من 25% في السنه اللي فاتت، والحقيقه ده مؤشر كبير على اللونج هول او السياحات اللي هي المسافات الطويله. طب يا فندم الصين واليابان والدول دي؟ الصين مسجله اكثر من 60% السنه اللي فاتت، والصين تخطط ان هي تكون من العشر دول الاولى المصدره للسياحه لمصر. اليابان الخط المنتظم اشتغل لليابان من طوكيو الى الاقصر والقاهره تبع مع مصر للطيران طبعا بدايه من شهر اكتوبر اللي فات، والسوق الياباني الحمد لله في تزايد. طبعا ما بيجيش منه ارقام كبيره زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا لازم نهتم بالكيف وليس الكم
معدل الانفاق، معدلات الاقامه، دي الحاجات اللي بتهمنا اكتر من اي حاجه تانيه. طب لو الامور مشيت مظبوط هشام بيه، ممكن نتوقع السنه اللي جايه ده هي يجي لنا قد ايه دخل، يعني ارقام فلوس بمعنى كذا مليون دولار كذا مليار دولار؟ والله يا فندم، هو احنا طبعا السنه اللي احنا اعظم سنه في تاريخ السياحه المصريه اللي هي كانت سنه 2010 اللي احنا عملنا فيها تقريبا 14 مليون سايح. احنا السنه اللي فاتت عملنا تقريبا 8 اكثر، تعدينا حاجز 8 مليون بعد طبعا اكثر من حفه واكثر من شان حصل فيه المنطقه، والحمد لله ربنا ينعم على مصر بالامن والامان دايما. انا شايف ان احنا ان شاء الله نعود الى معدلاتنا الطبيعيه خلال السنتين او الثلاثه الجايين ان شاء الله، اذا فعلا اذا انتهجنا السياسه بتاعتنا، السياسه اللي هي التقليديه، سياسه التفكير برا الصندوق، سياسة التنوع في المنتجات والأسواق، ولا يجب أن نعتمد على أسواق بعينها زي السوق، مع احترامي طبعا لكل الأسواق. يعني نشوف فعلا الأسواق اللي بتفضل لنا السياحة والأسواق اللي فعلا شكلها واعد بالنسبة لنا وفعلا نتحرك لها. شكرا أستاذ هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة. طيب هنعود بقى لخبر مهم جدا وهو خبر خاص بالدولة الأثيوبية. يمكن امبارح بالأمس قلنا لحضراتكم بأنه كان في استقالة لرئيس الوزراء ديسيلين، وأنه هو تنازل عن منصبيه الاثنين كرئيس للوزراء وأيضا كرئيس للحزب الحاكم، أو أنه يعني زي ما احنا شايفين أنه إعلان حالة الطوارئ، وزي ما احنا شايفين أنه في مشاكل بين الأقليات وبين المعارضة وبين النظام الحاكم، أيضا هناك مشاكل كتير جدا موجودة الآن في أثيوبيا. فهمنا أكتر عن الموضوع ده، يعني أثيوبيا أصلها كبيرة ومختلفة وفيها على فكرة من أكتر الدول الإفريقية اللي فيها نسبة تعليم عالية، لكن كمان عندهم بطالة كتيرة يعني في نفس الوقت. يعني هي طبعا لا شك أنها واحدة من أفقر دول القارة، والفترات السابقة كان البعض بيعتبر أن عدم استقرار أثيوبيا بتخدم يعني دول أخرى من ضمنها مصر، على اعتبار يعني أن احنا عدم استقرارهم بيعني عدم تنميتهم، وبالتالي المياه بتاعتهم بتجيلنا. لكن احنا الحقيقة الاقتراب اللي مصر بتتبناه دلوقتي مع أثيوبيا هو أنه لا نتعاون، يعني ليه أثيوبيا تبقاش متقدمة ومصر تبقى متقدمة، وبدل ما مياه النيل حد بيكسبها والتاني بيخسرها، طب احنا الاثنين نكسبها. عايزين كهرباء، طب ما نساعدكم، احنا عندنا خبرة جيدة نقدر ننهي لكم. عايزين مشروعات وصناعات عندكم هناك نقدر ننهي لكم. يعني فإجمالا احنا بنتعامل مع أثيوبيا الحقيقة تاريخيا، بس احنا دلوقتي بنزود ده دلوقتي انه خلونا نتعاون، خلونا نبني علاقات شراكه حقيقيه. بس اثيوبيا كدوله برضو فيها اشكالات ملهاش علاقه بقى بمصر ولا علاقه باي دوله، هي تركيبتها من الداخل فيها شويه مشاكل. شباب كده يعرضوا لنا الخريطه بتاعت اثيوبيا، هتلاقوا حضراتكم هي فيها اثنيات. كلمه اثنيه يعني عرقيات. العرقيات ده هي معرفش حضراتكم هتشوفوا الخريطه دي كويس ولا لا، بس يعني شايفين حضراتكم في النص كده صوره لبني، دي مكتوب عليها بالانجليزي اوراميا، الجزء اللبني الكبير قوي اوراميا، دي اللي احنا في العربي بنسميها الاورومو. الاورومو دول هم دول ناس بيشكلوا الاغلبيه، حوالي 35 الاغلبيه اسف الاكثريه، يعني اكثر الاقليات، مفيش حد خالص 50% زائد واحد من، يعني فيش اي عرق عنده اكتر من 50% من السكان. اوراميا دي او الاورومو دي حوالي من 35 ل 40% من اهل اثيوبيا هم اورومو، بس هم بعيدون تماما عن السلطه، وبالتالي هي الاقليه المشاكسه، الاقليه اللي حاسه بالظلم، الاقليه الاكثريه اسف الاكثريه اللي حاسه بالظلم، اللي حاسه ان احنا عددا 35 ل 40% من السكان، ومن الناحيه الفعليه احنا لا نمتلك اكتر من 1 او 2% من مقاعد البرلمان مثلا، او يعني الى اخره. شايفين حضراتكم على اليمين شويه في كده ايه جزء غامق بالاخضر غامق، ده مجموعه اسمها الصومالي او يعني اقليه ثانيه، دي نسبتها برضو حدود يعني حاجه 18-19%. في دول على فكره الصوماليين دول مسلمين والافار دول مسلمين. في فوق خالص حاجه اسمها التجري دول هم دول اللي 6% بس هم اللي بيحكموا. فتخيلوا حضراتكم بقى المساله عامله ازاي، ومنهم الحزب الحاكم يعني اغلب مقاعد البرلمان بيشغلها الناس من الاقليه اللي فوق خالص اللي هم 6%. تخيلوا حضراتكم انه اقليه 6% بتحكم ال 100 مليون اللي مثلا منهم في النص. شايفين حضراتكم فوق الاورومو اللبني ده في حته زرقاء كده ما بين الاخضر واللبني، دي اسمها الامهره. الامهره ديت اقليه تانية حوالي الربع، يعني حوالي 25%. 25% دول برضو مظلومين، فعندك امهره عندهم مشاكل، والاورومو عندهم مشاكل، والصومالي عندهم مشاكل، والجزء اللي فوق خالص ده التجري ده هم اللي بيحكموا، اللي هم نسبتهم 6%. طبعا احنا مع استقرار اثيوبيا ونتمنى لهم الازدهار، ونتمنى ان هم يقدروا يحلوا مشاكلهم، انما اعلان حاله الطوارئ في اثيوبيا
يعني بلا مدى زمني محدد، بيعني انه لسه الامور ما هياش في احسن احوالها، لسه صحيح. في مساحة للاختلافات، نتمنى لما تتطورش بشكل سلبي، لكن هدفنا في النهاية استقرار الدولة الاثيوبية، هم شعب يعني شقيق وتربطنا به يعني تاريخ طويل من التعاون. لكن زي ما احنا شايفين كمان يا معتز على الشاشة النهاردة ده كان خروج ليهم في شكل مظاهرات كبيرة جدا، والناس كمان اعتقد انه كان في اخفاء لعدد الناس اللي خرجوا معترضين. يعني هو ده احتفاء بالاستقالة، هم بيعتبروا انهم انتصلوا انتصروا. دول معظمهم ناس اورومو، بيعتبروا ان اللي هم عملوه خلال الشهور اللي فاتت بالذات في 2015 كانه نوع من الانتصار، ان هم اجبروا الحزب الحاكم على انه يضغط على رئيس الوزراء انه يستقيل اللي هو ديسيلين، وطبعا احنا الان بانتظار ان هم يختاروا رئيس وزراء اخر. انما يعني الرساله الاساسيه انه احنا بنتمنى كشعب مصري وكقطعا كدوله مصريه الاستقرار للشعب الاثيوبي، لانه في النهايه يعني مصلحتهم هي مصلحتنا. طيب خلونا نكمل مع حضراتكم، هناخد فاصل ونعود ونكمل مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، عودوا إلينا. من الأسبوع الماضي في 8 صباحا من الجمعة الماضية بدأت العملية الشاملة 2018، وبدأنا على مدى هذا الأسبوع في البيانات والبيانات التوضيحية التي كانت تخرج من القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانات مفصلة، بيانات بالصور، بيانات بكل الحالة وبكل ما يتم على أرض سيناء حتى تعلم الشعب المصري بما يدور. عقيدة القوات المسلحة كما تعرفون هي النصر أو الشهادة من أجل الوطن، وهي أيضا الدفاع عن مقدسات الدولة المصرية وتأمين شعبها. لما تسمع هذه العقيدة وتقرأ آخر جملة تأمين شعبها العظيم، نحن أمام قيادة للقوات المسلحة دائما تعظم من قدر الشعب، ولأننا أمام شعب عظيم فجاءت البيانات مفصلة تماما، ليس فقط للشأن المحلي في مصر ولكن أيضا للشأن العالمي، حتى لا يكون هناك تخبط في المعلومات أو يكون في مزايدة أو أن يكون في معلومات مغلوطة أو أنه حد يركب المشهد ويتحدث باسم القوات المسلحة عن أي شيء. قراءة اليوم في هذه البيانات الثمانية مع الأساتذة والمتخصصين، ويسعدنا أن نبدأ هذا الحوار مع الدكتور سعد الزنط وهو مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بحضرتك. أهلا دكتور، منورنا. ومعنا أيضا من الجانب الآخر اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، منورنا أيضا. وأستأذن حضراتكم بس بلاش الجانب الآخر عشان دي لا لا قصدي يعني الجانب الآخر في الاستوديو تمام يعني. لا 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 الجانب الأول والدائم مع الدولة المصرية، ولكن يعني قصدي في طرفي الاستوديو. خلونا نخرج مع حضراتكم في هذا التقرير ونتابع ماذا كان في جعبة هذه العملية من خلال البيانات الثمانية. ألزم الفريق محمد فريد حجازي قدامكم وقدام شعب مصر كله، انت مسؤول، انت مسؤول خلال 3 شهور عن استعادة الامن والاستقرار في سيناء، انت وزارة الداخلية. اشهر 3 منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مهلة للقوات المسلحة والشرطة لإعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء تنتهي بنهاية فبراير الجاري. وانطلاقا من ذلك أعلن الجيش المصري الجمعة الماضية بدء عملية عسكرية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل في إطار تنفيذ خطة مجابهة شاملة لمحاربة الإرهاب. بدأت صباح اليوم قوات إنفاذ القانون تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية
بشمال ووسط سيناء. وبالأمس أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة حصاد 6 أيام من سيناء 2018، والتي أسفرت عن مقتل 53 إرهابيا وتدمير 378 وكرا و137 هدفا بواسطة القوات الجوية و177 عبوة ناسفة وضبط وتدمير 57 عربة دفع رباعي و88 دراجة نارية. كما أعلن في البيان الثامن تدمير 68 هدفا والقضاء على 3 عناصر تكفيرية والقبض على 224 آخرين. وليست سيناء فحسب، فهناك أيضا في شرق المتوسط يتواجد عمالقة البحار، حيث تبذل القوات البحرية المصرية جهدا حماية للغاز الطبيعي، وذلك باستخدام القطع البحرية الحديثة من حاملات مروحيات وفرقاطات جديدة ولنشات الصواريخ وفق كفاءة ومهارة عالية. نجاحات مختلفة وضربات استباقية يحققها جنودنا في مواجهة قوى التطرف والظلام، ويواصل الأبطال تحقيق المهام المخططة للعملية الشاملة. من منظور سياسي واستراتيجي ده الدكتور سعد الزنط، ومن منظور عملياتي، وده هيكون السؤال اللي هنسأله للواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأرقام. السؤال واحد ألا وهو اللي احنا بنعمله ده بمعايير كل في تخصصه اسمه ايه؟ يتقيم ازاي؟ نقول احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط وفقا لأي معايير؟ هبدأ بيه سيادة اللواء محمد الشهاوي. أهلا بيك يا فندم. طبعا هو فخر وقيمة كبيرة جدا هذه العملية الشاملة سيناء 2018، هذه العملية التي أتت في هذا الوقت تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويمكن احنا شفنا دلوقتي في الانترو وهو بيكلف الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكان وزير الداخلية موجود، وكلفهم الاثنين بأن يتم القضاء على الإرهاب في سيناء وتحقيق الأمن والاستقرار في فترة 3 أشهر. الكلام ده بدأ يوم 29 نوفمبر الماضي. فات 2 شهر و10 أيام وما فيش أي عمليات، لكن هناك إعداد للعملية التي انطلقت صباح يوم الجمعة الماضي 9 فبراير. كان هناك إعداد لمسرح العمليات، كان هناك قطع لطرق الإرهاب والإرهابيين علشان لا يخرجوا ولا يدخلوا المداخل بتاعة سيناء كلها، حتى السواحل فرض حصار بحري حتى لا يتم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية اللي موجودة، خطوط الاتصال والاتصالات التليفونية بواسطة إدارة الحرب الإلكترونية. قامت يا أستاذ معتز، يا دكتور معتز، أستاذ ودكتور واحد برضه مفيش مشكلة، معتز كويس، معتز قامت بدور كبير جدا ان هي قطعت الاتصالات بين هؤلاء الارهابيين ومن يريدوا من الخارج اللي بيدعموهم يطلبوا الدعم، ويطلبوا تاني الاستغاثات، حتى الاستغاثة اللي عاوزين يوصلوها اتقطعت. ده حصل في فترة الشهر والنصف الاولاني. وبعد كده عندما انطلقت هذه العملية الشاملة، لانها اشتملت كل الاتجاهات الاستراتيجية، احنا في مصر هنا بنحارب في 5 جبهات. جبهة في الشمال والجنوب والشرق والغرب وفي العمق، لانه بتحدث عمليات ارهابية في الدلتا وفي الصعيد، وعلشان وبنجابي في نفس الوقت 5 حروب. الحرب ضد الارهاب اللي احنا حققنا نجاحات كبيرة من خلال عمليات قبل هذه العملية، وهي نسر 1 ونسر 2، وكانت نسر 1 دي في أغسطس 2011 بسبب أن كانت هناك خط الغاز بيننا وبين الأردن دائما ما يتم تفجيره، فقامت عملية. ثم في أغسطس 2012 بعدها بسنة كان هناك يعني عملية إرهابية ضد جنودنا في رفح، مذبحة رفح، أثناء وهم قبل ما بيفطروا، وقامت بهذه العملية، فقامت عملية نسر 2. ثم بعد ذلك حق الشهيد
والتي بدأت في 7 سبتمبر 2015 نتيجة أن هذه الجماعات الإرهابية ومن وراءها كانوا يريدون أن يأخذوا شبر واحد بس في منطقة الشيخ زويد علشان يرفعوا علم الإمارة أو الخلافة المزعومة في هذه المنطقة، ولكن قواتنا في هذا اليوم استطاعت أن تقتل وتثيب وتصيب 220 منهم. وعايز أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين أنه بعد انتهاء هذا اليوم، وكان اليوم الأول من يوليو 2015 وبتفقد العربات المدمرة، وجدت عربات مدمرة دفع رباعي فيها إيه؟ فيها حقائب، بها دولارات محروقة، دليل أن هذه الجماعات الإرهابية ما فيش عقيدة تمويل. لكن التمويل هو الأساس فيها، مرتزقة. ده كان حق الشهيد المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ثم يوم 9 فبراير من الشهر ده بدأت بهذه العملية الشاملة على كل الاتجاهات الاستراتيجية. حتى الآن هناك 8 بيانات عسكرية حققت نتائج كبيرة جدا هنتكلم بها إن شاء الله. لكن عاوز أقول شمولها فأنها في كل الاتجاهات، شمولها لأنها تدور ما بين القوات المسلحة والشرطة المدنية، شمولها أيضا لأنها بتستخدم كافة أسلحة القوات المسلحة، بنلاقي طائرات، بنلاقي قطع بحرية، بنلاقي العمليات الخاصة، الحرب الإلكترونية، ثم قوات إنفاذ القانون في كل من الجيش الثاني والثالث. احنا فعلا في هذا اليوم بنفخر بقواتنا المسلحة، وبنقول ان اليوم قريب جدا حتى يتم القضاء على هذه الجماعات الإرهابية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة يا رب. طيب دكتور سعد، ونحن نتابع على الشاشة والمشاهدنا الكريم يتابع معنا هذه الصور لهذه العملية لتمشيط سيناء، أو زي ما بنقول اقتلاع جذور الإرهاب. أنا عايزة الحقيقة أنقل الكلام مع حضرتك لمنطقة تانية. إحنا مش فقط في هذه العملية فقط قلنا أنها سياسيا وعسكريا وفكريا، يعني مصر بتقوم بعملية كبيرة جدا. قرأتي للأخبار وأنا أتابع مثلا وزير الخارجية المصري وهو يلتقي وزير الدفاع اليوناني بشأن تهديدات البحر المتوسط. نحن نعلم أن ما دار في سوريا والعراق ينتقل الآن لتهديدات في البحر المتوسط وشمال إفريقيا. هل هذه توازي مع هذه العملية أن يعني يجوب وزير الخارجية المصري مرة مع البرلمان الأسباني اللي النهاردة قال بأنه مع الدولة المصرية، وأيضا يكون مع وزير الدفاع اليوناني وليس الوزير الخارجية؟ وزير الدفاع يعني نحن نتكلم عن تهديدات على في المتوسط. قل لنا كيف تدور هذه العملية خارجيا وداخليا؟ شوف، احنا نتفق الأول ان هي عملية بتصب في مصلحة الأمن القومي المصري، ده على المستوى الاستراتيجي. والأمن القومي المصري مش المقصود به بس الحدود الجغرافية، لا، الأمن القومي المصري في تقديري كل متر مربع داخل أو خارج مصر لك مصلحة فيه، وكل متر مربع داخل أو خارج مصر فيه تهديد لمصر. ده في تقدير، ده التعريفي الخاص للأمن القومي المصري. لما بتعملي العملية ففي النهاية هي بتصب في مصلحة الأمن القومي المصري. انت عاوزة تتكلمي في الجزء السياسي، الانعكاسات السياسية. شوف، هو في رسائل الحقيقة نتجت عن هذه العملية. هي العملية ممتدة، لكن على هذه المحطة الكبيرة، العملية اللي هي الأخيرة اللي بدأت زي ما قالت لو محمد في الأسبوع الماضي. أنت كان في رسالتين للداخل، رسالة لأي تنظيم إرهابي أو المتبقي من التنظيم الإرهابي أنك لن تفلح، والدولة مهما بلغ قوة أي تنظيم فالدولة قادرة على أنها تهزمه. الرسالة الثانية للناس يطمئنوا ويثقوا في قواتهم المسلحة وشرطتهم المصرية. دي كانت رسالة الداخل. لكن الحقيقة الخارج الانعكاسات كانت كتير، وده بناخده من حتى من العناوين المنشطات الجرائد الإسرائيلية، البريطانية، الفرنسية، التركية، الأمريكية، تاني يوم وتالت يوم. صح. خلاصة الكلام مش هيبقى بقى منشطات، ده وصل إلى الحركة على الأرض بالفعل. انت عندك تيلرسون امبارح كان بيتكلم، والنهارده اتكلم اتكلم في الجزء المكمل، لان حسب المعلومات مش معلومات، هي اخبار الحقيقه، ان هو اتكلم في البحث عن مخرج للمتبقين من داعش او تسويه ليه. النهارده بشكل واضح جدا اتكلم هو في مؤتمره الصحفي مع وزير خارجيه تركيا في ان كيف يتم الحفاظ على الناس اللي موجودة حتى لو كان بتسليم الأسلحة وينقلوا
مع ضمان ان احنا نطلعهم سالمين. هو مين الناس السالمين اللي في مينبنج ولا في المنطقه دي؟ اكيد دول هم. هو بيتكلم على الاكراد او الجيش الديمقراطي، والتاني بيتكلم على حاجه تانية خالص. تيرسون بيتكلم على حاجه خالص مش على كده. هو في الظاهر هو ده، لكن هو بيتكلم على بقايا داعش اللي ما قدرش او ملحقش تركيا تخرجها تجيبها لك في سيناء. ده النهارده. انت عندك اردوغان بشكل مباشر قال ان انا بنقل 3 الى 4000 حد من هنا لشمال سيناء بشكل مباشر. قال دواعش الرقه ارسلوا الى سيناء. نعم. الكلام ده اتقال. النهارده السؤال، هل باللي انت بتعمليه لا زال هو عنده نفس الرؤيه والقدره، مش الرؤيه بس او الرغبه، هل لديه القدره انه ينقل الناس دي؟ اعتقد ان دي رساله واضحه ليه. حاجة تانية، موضوع التحرش اللي حصل في البحر المتوسط على الـ مش معاكي بس، ده معاكي ومع اليونان، والنهاردة الرئيس اليوناني بشكل واضح قال ان احنا. طب لانها نقطة هامة جدا. نعم. استأذنك ممكن فضل. نعود ليها هذه فضل. النقطة بعد الفاصل، فاصل سريع نعود ونستكمل مع حضراتكم قراءة في البيانات الثماني للعملية الشاملة 2018. طبعا انا متاكد انها ان شاء الله في فتره صغيره جدا هنقضي على الارهاب كله في سيناء وفي مصر كلها ان شاء الله. والله ده ثقه في القياده السياسيه، وثقه في قواتنا المسلحه، وثقه اكتر في الشعب المصري اللي واقف خلف قيادته وخلف جيشه. مش هيرجعوا القوات المسلحه الا لما ينضفوا سيناء ان شاء الله، وتبتدي تتعمر زي ما وعدنا السيد الرئيس. ان شاء الله ربنا يحفظ مصر ليوم الدين، يعني مشكوره في القران، وربنا يخلي لنا السيسي، وان شاء الله ربنا يحفظ لنا مصر باذن الله، وربنا يحفظ القوات المسلحه، وهم بيبذلوا كل جهدهم عشان خاطر عشاننا، يعني ربنا يعينهم 100 100، وربنا يسترها معاهم، ما عداش بتاع مصر كله يا رب. ان شاء الله تقضي على الارهاب، واحنا نتمنى ان يعني نقضي على الارهاب، واللي بيحصل في سيناء ما هو ده الصح برضه، فنتمنى كده من الله ان نقضي على الارهاب اكيد. يعني واثق في القياده العسكريه طبعا اكيد 100%، قوات مسلحه ومعاهم الشرطه كمان ان شاء الله باذن الله، لانها شامله كامله، بمعنى ان كل قواتنا المسلحه بتعمل في العمليه دي او بتشتغل في العمليه دي، وان شاء الله هيتقضي على الارهاب، واللي بيساعدوا الارهاب، واللي بيعاونوا الارهاب، واللي بيمدوا الارهاب. يعني لو في حاجة أقدر أحب أستفسر فيها دلوقتي من دكتور سعد الزنط، ألا وهو إيه الرسالة دي؟ يعني هؤلاء الناس يتحدثون بثقة، أنا متخيل إن هم مش بيكلمونا إحنا بس، ده هم بيكلموا الدنيا. نعم. إحنا بلد واقفة على رجلها، إحنا شعب مؤمن بقضيته ومؤمن بجيشه وبقيادته وبشرطته وإلى آخره. الناس دي اللي بره قاريين؟ مؤكد قاري. وإلا يعني أنا بعتقد إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة من الأساس ده، لأنه واضح إن كان في اتفاق بين أمريكا، يعني معنى آخر اللي أنا قلته أو وجه آخر، في اتفاق بين أمريكا وتركيا على نقل الدواعش اللي في المنطقة دي لمكان ما، ولا سيما سيناء زي ما صرح بشكل مباشر رئيس التركي. النهاردة لما يجوا يتكلموا في الموضوع ده، إذن أنت قفلت، يعني واضح إن كان في مجموعة أخرى هتتنقل عندك، أنت قفلت. فالرسالة وصلت، وصلهم بشكل جيد ان مصر مش هتسمح. كان دكتور سعد حضرتك عايز تقول لي ان توقيت العمليه دي هي مهم. نعم. في هذه النقطه. نعم. انه في الفتره ديت في ازاحه. نعم. للارهابيين الدواعش. نعم. عايزين يدوروا على حته. نعم. فهو لولا ان احنا عملنا ده كان ممكن اليوم عندنا؟ مش كان ممكن. هو اصل احنا مش يعني العمليه ما فيهاش استنتاج. اردوغان قال، والكلام ده متشير وموجود في خطاب رسمي ليه، ان انا بيقول في البرلمان ان 3 الى 4000 داعشي موجودين في المنطقه دي، انا هنقلهم لسيناء بالنص، يعني ترجمه حرفيه. هو كان سيناء دي يعني بلد نو مانز لاند، برضه هو ما هو اصل برضه هو له رؤيه في الكلام ده. هو انت مش بتحل المشكله هنا فبتحطيها عندك، لا. انت بتعملي عمليه، لان عمليه تفكيك داعش بيستتبعها، كان بيستتبعها
او في تقديرهم انه هيعاد تركيبها في مناطق اخرى. والاهم بالنسبه لتركيا بعد اللي اجهضتيه بالنسبه لهم انه عملها عندك. والامريكان بيتفقوا معاهم والاسرائيليين بيتفقوا معاهم في نفس الهدف. وقطر وتركيا عندهم استعداد يكملوا الدور. لما حصل الخلاف انت قفلتي عمليتك الحقيقه. انا متصور مع الايام هيبان الكلام ده، انك الشغل اللي عملتيه سواء بالعمليه نفسها او قفلك لاتجاهاتك الاستراتيجيه سواء مع الفلسطينيين ولا الاسرائيليين ولا شمال سيناء ولا حتى في السودان، لان ده كان الطريق الامن اللي كان بيمشي منه سواء كان الارهابيين او السلاح او ما الى ذلك، وان هو يبدا يعمل حكايه السودان. فانت لما تقفلي كل الاتجاهات دي معنى كده هم تيقنوا الرساله وصلت ان الجيش المصري مش هنقدر نخترق الحدود المصريه، مش هنقدر ننقل بقيه الناس. طب هم نقلوا جزء، الباقي ما اتنقلش، وتقريبا الباقي هم الاكثر، لان النهارده بشكل واضح في المؤتمر الصحفي تيلرسون ووزير الخارجيه التركي وقالها وزير الخارجيه بشكل واضح بيقول له احنا لازم نبحث. الكلام كان على الجيش الكردي او الاكراد، لكن الموضوع لما تسمعي بقيه الكلام وتلم الصور المقطعه، لا ده هو في خلاف حصل بينهم، لان كان الاتفاق على نقل الناس دي الى مصر. والكلام ده مش هيتم. قال له ايه؟ ولذلك الوزير الخارجيه الامريكي قال له احنا عاوزين نبحث عن ضمانه لنقل الناس دي من المتطرفين. نص كده المتطرفين من غير ما نحدث مشكله بيننا وبين بعض، ولذلك لازم نرتب مع بعض. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انك انت بتشتغلي كويس جدا وانك اجهضتي سيناريو ما كان انت وكان مصر عنك. مكتوب لها دايما تجهض السيناريوهات. مش عارفه الكلام ده خاصه مع الاتراك على مدار التاريخ. مش عارفه الكلام ده بيفكرني كده لو نعود بالتاريخ، حضرتك تفتكر ال 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 لما كان عندنا برضو لما كانوا اللي بيحاربوا في افغانستان ما كانوش عارفين يودوهم فين. نعم. واحنا عرفنا بعد فتره لما بدات عمليات الارهاب في الزمن السنوات الماضيه برضو تم تصديرهم لمنطقه الشرق الاوسط لانهم كانوا استخدموهم وبعدين مش عارفين يودوهم فين. التاريخ بيعيد نفسه ولكن من خلال داعش هذه المره. يعني انت المره دي الحقيقه انت كنت منتبهه. عارفه المثل بيقول لك من علمك الحكمه يا ثعلب؟ قال راس الذئب الطائر عن جسده. هو بالظبط دلوقتي انت اتعلمتي من دروس على الاقل العقود القليله الماضيه، وقاريه كويس ومركزه كويس، والاكثر من كده عشان نعدي من مرحله الرغبه لمرحله القدره. بقى النهارده عندك القدره انك تقفلي بشكل مظبوط. انت اللي مش قافله مظبوط، وهم في تقديرهم للموقف سواء الامريكان او الاتراك او اي حد، لان انا في يقين ان اللي بيدير كل هذه العمليه، قلت الكلام ده قبل كده كتير، ان امريكا تدير وتستثمر الارهاب. لازم يبقى العنوان يبقى كده عندنا ويبقى واضح، وما نزلش وزير الخارجيه في التوقيت ده، لان التوقيت حل مشكله اللي هم مش عشان فيه. هو طبعا بيقول عشان موضوع السلام، عشان موضوع الملف القطري، لكن انا متصور القضيه الكبيره بالنسبه لهم ليه؟ لان هم اللي عملوا هذا التنظيم. والتنظيم اتعمل عشان يبقى هو عباره عن السكين اللي بيقطعوا بيه او بيعيدوا هندسه جغرافيا المنطقه، ان ما كانش اذابه جغرافيا المنطقه حقيقي. فده الامريكان. انت عندك النهارده الرئيس اليوناني كان صلب الحقيقه، لانه وجه كلام مباشر للاتراك ان الموضوع ما فيش هزار وسنتعامل عسكريا مع اي تدخل. دي المرحله الثانيه من التحرش الاولاني اللي كان معاكي، لان هو المساله مش معاكي بس. المساله في الحقيقه مع اليونان. لكن الرئيس اليوناني، واحنا عاوزين نفتكر اللي قاله الرئيس وزراء رئيس القبرصي هنا لما كان بيوقعوا اتفاقيه اول زياره ليه ثلاثي هنا في مصر. صحيح. قال احنا بنحاول قال احنا حاولنا ونجحنا في ان احنا نحول شرق المتوسط من مكان صراع الى مكان امن وتعاون. ده حقيقي. الكلام ده يجب ان ناخد بالنا منه. ده حقيقي. انا عايزه اعرف من حضرتك حاجه امنيه، يعني خبر قراناه، انا قراته بصراحه على موقع بي بي سي، بيقول انه منظمه العفو الدوليه بتقول بان الجيش المصري يستخدم قنابل عنقوديه في سيناء، وانه لازم ناخد يعني التخوف بانه هذه القنابل ليها اثر وليها. ولكن انا وقفت بقى وانا بقرا الخبر، وانا ست مش يعني لا اعلم في هذا الامن كثيرا، ولكن وقفت لما قالوا ان هم وصلوا عرفوا هذه القنابل من خلال مشاهده الفيديو. هل من حق منظمه ان تصرح هذا التصريح من خلال مشاهده فيديو؟ يعني هو طبعا الكلام ده بيدخل في اطار الشائعات والحرب النفسيه. طبعا القنابل العنقوديه دي بتعتبر قنابل محرمه مصر. هناك ايه فن القنابل العنقوديه؟ القنابل العنقوديه دي عباره عن قنبله فيها 60 قنبله صغيره، بحيث لما هي تلقى على هدف
تبدأ هذه القنابل تصيب عدد كبير من الأفراد وبتحدث جراحات عميقة جدا، والشظايا بتاعتها بتبقى شظايا يعني مميتة، وبها بعض المواد اللي هي تساعد على عدم التئام الجروح. وعلشان كده ديت بتوظفها الأمم المتحدة بأنها من القنابل المحرمة دوليا. طبعا هم بيقولوا أي شيء في إطار الشائعات والحرب النفسية، وشايفين يعني هم عايزين يقولوا ان مصر بتستخدم قنابل عنقودية في حربها، لا طب ما هتموت المدنيين. طبعا احنا هو ليه حضرتك امد الحرب ضد الارهاب في سيناء قعد بقاله 7 سنين دلوقتي؟ لان بعض هؤلاء الارهابيين بيتواجدوا بين المدنيين، وقواتنا المسلحة لها عقيدة هي عدم الحاق الاذى بالابرياء او ممتلكاتهم. فدي شائعات لا نلتفت اليها، احنا نلتفت إلى البيانات القوية والنصر الذي يتحقق كل يوم، وأعداد القتلى من هؤلاء الإرهابيين اللي وصلوا لغاية دلوقتي، حتى الآن وصلنا لغاية 60 قتيل، وقبضنا على أكثر من 600. طبعا وإحنا 600 اللي موجودين دول بهم جنسيات أجنبية غير مصريين، مما يدل على أن مصر بتحارب المنتخب الدولي للإرهاب بلغة كرة القدم. وحاجة تانية أن وراء الإرهاب طبعا ناس بيتكلموا أن هناك إرهاب في الغرب وهناك إرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية. ولازم التركيز على مصر، يعني بيبقى في أحداث عظيمة وكبيرة جدا خارج مصر ومحدش بيعلق فيه. طبعا لا، أنا عايز أقول في موضوع الإرهاب الذي يحدث في الغرب وفي أمريكا إن هذا الإرهاب ليس وراءه دول، لكن صحيح. في مصر هناك أطراف إقليمية كلنا عارفينها، أطراف إقليمية ودولية وأجهزة استخبارات بتعبث في الأمن القومي المصري. بدأنا احنا لعلم حضرتك كانت هناك، لو رجعنا تاني خلاص احنا خلصنا موضوع القنابل العنقودية، ده الكلام ده في الشائعات والحرب النفسية واللي مصر بتتعرض لها. في خلال الفترة السابقة مصر تعرضت ل60,000 شائعة في 90 يوم. 60,000 في 90 يوم. أعتقد خروج البيانات بالشكل التفصيلي والصور والإيقاع والدقة نجاح كبير، خلى الناس كلها تبطل تتكلم. فعلا ده نجاح كبير لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. الساعة 7 صباحا في 8 بيانات التي تم إصدارها في حتى اليوم 8 اليوم 7 صباحا، وإحنا لسه الناس كلها نايمة ليه؟ حتى لا تعطي فرصة لأي وسيلة إعلام أخرى أنها تاخد وتقول أي بيانات، زي ما حتة القنابل العنقودية. كل وسائل الإعلام العالمية الآن منتظرة بيان المتحدث العسكري. ليه؟ لأنه بيقول دمرنا 140 وكر للإرهابيين، تبص تلاقي الطيارة وهي تضرب هذا الوكر. قبضنا على 600 من العناصر الإرهابية وتلاقي الفرد بنفرض حصار بحري بواسط القوات البحرية حتى يتم قطع خطوط الإمداد والدعم اللوجستي، بتلاقي لانشات الصواريخ، بنحافظ وبنؤمن على مصالحنا القومية في حقل ظهر، وبنلاقي حاملة الطائرات مسترال وهي بتحوم حول. ليه؟ دي رسالة كبيرة جدا. لأن خلينا نقف عند كلمة رسالة، أستأذن حضرتك ولابد أن احنا نخرج فاصل، وبعد الفاصل الحقيقة أنا ليا سؤال عن المقال اللي كتبه اللواء دكتور سمير فرج لما قال ديمقراطية العسكريين، وناس كتير بتقول هل في ديمقراطية في هات وخد في الجيش المصري، الناس تتكلم مع بعض جوه. نرجع ومع الأساتذة نكمل هذا الكلام بعد الفاصل. عودوا إلينا.
العودة مرة ثانية مع حضراتكم. نحن نقرأ قراءة سياسية وقراءة أيضا تحليلية للبيانات الثماني من القوات قيادة القوات المسلحة والخاصة بالعملية الشاملة سيناء 2018. من شوية حضراتكم يمكن قبل الفاصل ده شفتوا الشعب المصري في تقرير وهم بيكلموا. الشعب المصري ما بيستخدمش الحاجات السياسية لكن بيستخدم الحاجات الأقوى، يقول لك يلا نظف سيناء، يلا يعني اقتلع الجزر، عنده إيمان وعنده ثقة، هو ده اللي بنقول عليه جيش طلع له شعب. طيب نرجع ونقول، يعني كنت توقفت مع حضراتكم عن كلمة ديمقراطية العسكريين. يعني أحيانا إحنا كشعب ما بنبقاش عارفين ما الذي يحدث داخل الجيش، هل هناك يعني أنا سمعت بأنه بيتم دايما قبل عملية كبيرة دراسة من القيادة الكبيرة للقيادة التنفيذية، وبيكون فيها هات وخد وبيكون فيه كلام، وده يمكن ما كتبه في مقال لواء دكتور سمير فرج. رأي حضرتك إيه؟ شوفي أنا أقول لك رأيي، وأعتقد اللي هو محمد هيرق لك صورة واقعية، لكن هقول لك الرأي. أنا متصور حاجة، وأستاذنا الدكتور معتز لأنها جزء متعلق بالعملية السياسية، الديمقراطية تتعلق بالرأي أيا كان القرار هيبقى فين، في مؤسسة عسكرية أمنية اقتصادية أيا كان. الديمقراطية مرتبطة بآلية الرأي، والرأي في النهاية هيصل إلى قرار. القرار مش مرتبط بالديمقراطية، متخذ القرار ده المفروض يبقى ديكتاتور. مش ديكتاتور بالمعنى بتاع العوام، لا. ليه؟ لان هو اللي بياخد القرار. القرار بياخد القرار. بيفترض ان برضو للرأي، لاتخاذ الرأي او للوصول الى القرار من الرأي، هناك في عمليات. يعني انت ما بتاخديش القرار الا بعد في عندك هدف معين تطرحيه، بتاخدي اراء المتخصصين من فريق انت اوريدي محدداه بمستوى معين يتعلق فنيا بالموضوع القرار، وبعدين بتاخدي اقرب اثنين او ثلاثة اراء، وبعدين انت كقائد انت بتاخد القرار. لان القرار عبارة عن تعريف القرار هو تقديم بديل على مجموعة من البدائل. فالديمقراطية في اي مكان بتنتهي من الرأي او من الشورى او من آلية اتخاذ القرار الى قرار. بالنسبة للعسكريين انا اعرف ان فيه من خلال شغلي مع اكاديمية ناصر، وكان لي شرف ان انا كنت معاهم في وضع استراتيجية مصر 2030، وتعلمنا منهم الحقيقة ان في حاجة اسمها تقدير موقف. تقدير موقف عندنا كاكاديميين هي تقريبا جزء من آلية اتخاذ القرار. بيطرح الموضوع، بياخد الاراء، بيدرس احتياجاتك، امكانياتك، تهديداتك، فرصك بشكل عام، وفي النهاية اللي بياخد القرار هو الرقم واحد في المكان اللي هيتحمل المسؤولية. إذا احنا انسحبنا الكلام ده على واقع بقى قاله السيد الرئيس لما قال أنا مش سياسي، أنا مش سياسي، الكلام ده أنا بدخله في النقطة دي في الحتة دي. بمعنى إيه؟ بمعنى أن احنا خدنا أو تعودنا في الأدبيات على السياسيين التقليديين، الكذاب اللي بيلف ويدور بتاع الـ 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 الحاجة اللي مش موجودة في القوات المسلحة. لكن هو الحقيقة اللي الرئيس بيعمله هو سياسة، ده حقيقي، لكن بأسلوب آخر. هو السياسة لازم نبقى كذابين ولازم نلف وندور ولازم نتآمر؟ لا، انت ليه ما نبقاش في صدق وشفافية وحسم؟ صدق شفافية حسم يعني قرار صائب من وجهة نظر العسكرية، لان العسكريه ما تعرفش الا كده، الصدق والشفافيه والحسم في اتخاذ القرار. وانا اعتقد ان السيد اللواء اجاكت يا فندم. السيد اللواء الشهاوي، ممكن اسالك سؤال؟ هنكمل ده الاول ولا خلاص كده؟ لا خلينا خلاص تاني. خلاص انا عاوز اقول حته صغيره بس بعد لو سمحت. عمليه صنع القرار، هو في القوات المسلحه هناك ما يسمى بالديسيشن ميكنج، ازاي ياخد قرار، صنع القرار ازاي ياخد القرار ويصنع القرار، وأن هناك دراسات معينة. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال حنطه وكلف الفريق محمد فريد بالقضاء على الإرهاب في 3 أشهر، هو ما خدش هنا وراح منفذ ثاني يوم، ده احنا نفذنا بعد 2 شهر و10 أيام. كان في 2 شهر و10 أيام دول بيدرس بنود تقدير الموقف، وزي ما تفضل الدكتور سعد، تقدير الموقف له بنود. بيبدأ يشوف العدو، العدو عندنا الجماعات الإرهابية، وهذا العدو بنسميه عدو أو حرب غير متماثلة،
يعني ايه غير متماثله؟ ما فيش تنظيم معين زي في حرب اكتوبر 73 لما استطعنا ان في عدو اسرائيل في دبابات وفي تنظيم مخصصين لكل هدف من يقوم بتدمير هذا الهدف. لكن انت دلوقتي هتدمري هتدمري ايه؟ حرب اشباح، حرب بيقوم بعمليه ثم يختفي تحت الارض علي مثل الفئران. علشان كده قواتنا المسلحه كانت لها خطه تسمى خطه صيد الفئران لصيد هذه الجماعات الارهابيه. استهدفوا فئران كتير في العمليه دي. طيب بدانا بقى من اول بند في تقدير الموقف ان هو بيدرس القوة بتاع العدائيات دي قد ايه وهم فين. امامنا 30 ثانية استأذنك بس كده. خلاص لانه الوقت يعني غصب عننا. علشان كده بدأوا يجمعوا عن مصادر هؤلاء الارهابيين ما هم فين وقوتهم وتسلحهم. يشوفوا بند اخر هو الارض بيشوف مسرح العمليات، احنا عندنا مسرح عمليات بري وبحري وجوي، ثم يشوف قواتنا التي تشترك واللي احنا سميناها عمليه شامله لان فيها حشد فيها كثافه بتشترك فيها كل قوات المسلحه في هذه العمليه. ودي كده خلاص تقدر. نشكر حضراتكم شكرا جزيلا على هذه القراءه التحليليه. وخلينا نقول قواتنا المسلحه ما زالت موجوده في ارض سيناء وما زالت في عمليه التمشيط والمداهمه، ونحن كشعب نرفع القبعه كل لحظه وكل ثانيه وندعو من القلب لهم بكل الخير والسلامه ولشعبنا العظيم. دورنا انتهى في هذه الحلقه اليوم، واشكركم، وغدا تلتقون مع زميلتي العزيزه لبنى عسل. وأظن كلمه الاخيره للزميل العزيز معتز. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله للضيوف قوله. شوف حركه الاخير بكره ان شاء الله.